وبعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، خلونا نتابع الأخبار اللي هتحصل النهاردة، ومنها إطلاق القمر الصناعي المصري الجديد نايلسات 301 الساعة 11 و3 دقائق بالليل بتوقيت القاهرة، وهيتم الإطلاق على قمر فالكون 9 التابع لشركة سبيس أكس الأمريكية. وكمان النهاردة في مباريات مهمة هتتلعب في الدوري الأمم الأوروبية وتصفيات النهائية لكأس آسيا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، الشركة المصرية للأقمار الصناعية قالت إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي المصري الجديد نايلسات 301 الساعة 5:03 دقائق بتوقيت ولاية فلوريدا الأمريكية، 11:03 دقائق بالليل بتوقيت القاهرة. وهيتم الإطلاق على قمر فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس الأمريكية. النهاردة هيأدي طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية اختبار مادة القرآن الكريم لمدة ساعتين، هيبدأ الامتحان الساعة 9 الصبح وهينتهي الساعة 11، وفي نفس التوقيت هيؤدي طلاب البعوث الإسلامية اختبار مادة النحو لمدة ساعتين. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية. الساعة 9 إلا ربع هيلتقي منتخبات بلجيكا مع بولندا، أيرلندا مع أوكرانيا، وويلز مع هولندا، واسكتلندا مع أرمينيا. كمان هتنطلق النهاردة منافسات الدور الثالث والأخير من التصفيات النهائية لكأس آسيا 2023 لكرة القدم، وهيتنافس 24 منتخب على 11 بطاقة متبقية مؤهلة إلى كأس آسيا 2023.